ليالي شهر رمضان بأجوائها المتميزة تجتذب الكثير من أهالي الأنبار لزيارة محال الحلويات والمرطبات والمتنزهات العامة. الناس تحس اليوم طابع الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار. اليوم أريد نوصل رسالة عبر قناة الحرة حر عراق أنه الأمن والاستقرار في محافظة الأنبار اليوم هو في المرتبة الأولى. الحركة طبيعية ومستمرة لساعات متأخرة من الليل. الآلام النفسية التي خلفها داعش لا تزال شاخصة عند الكثير بسبب ممارسات التنظيم الوحشية بحق المدنيين ومنعهم من أبسط الحريات الخاصة. هذه الآلام لم توقف أهالي المحافظة من ممارسة حياتهم الطبيعية مجددا. أيام رمضان يعني شغلك يعني جحيم، يعني حارجين العالم، يعني طلع ما أقدر أطلع من البيت، اقسم بالله اقعد قدام الباب ماني اقول لك طب جولة، تقعد لا تقعد بالباب مالك خلاص يحرجك على الصلاه، تروح تصلي غصبا عنك، يلقوه فاطر ياخذوه يجلدوه. قبل انت متحكمين بيك الدواعش، روحه جايه ممنوع، منتزهات روحات فرات مقاهي قهاوي هاي كلها ممنوعه، ازيان لحيه همي انا ممنوع، يلقونا فاطر همي انا ممنوع يجلدونه، حياه معدومه، هسه حياه احسن فضل قواتنا الأمنية. وبحسب الطبيعة العشائرية في الأنبار فقد شهدت مضايفها زيارات تجمع أبناء المحافظة ووجهائها خلال ليالي رمضان للتزاور وتبادل التهاني للفائزين في الانتخابات النيابية ومطالبتهم بتحقيق مصالح المحافظة. توسم فيهم الخير بتقديم أفضل الخدمات للمحافظة المنكوبة التي عانت من الويلات. طالب من عندهم الصراعات السياسية بداخل المحافظة وأن يكتفون، يعني يكتفون لعزلة أبناء المحافظة، يعني عليهم الإعمار، عليهم البناء، عليهم هاي هم محافظتهم بعد. من مدينة الرمادي عمر العبيدي، الحرة.